المتعة نافلة تأتي على الطريق، طبق مقبلات يرافق الوجبة الرئيسية لنستمتع بما يجب أن نفعله. تفتح علينا بركات السماء والأرض. المتعة ليست في الوصول بل في الطريق. السعادة ليست هدفا يطلب بل هي رحلة تعاش، تفاصيلها مزيج من معاناة ومكابدة ومجاهدة ومراغمة وإنجازات وإخفاقات. ولكل عمل صالح ثواب عاجل وثواب آجل. تلك هي الحياة الطيبة التي يحكي عنها الرجل الصالح بقوله: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكان ربما إذا صلى بالناس صلاة الفجر خرج من بين الصفوف وخرج لا يدرى أين يذهب. فكان عمر رضي الله عنه يتابعه ويراقبه، وكان يقول: والله إن لأبي بكر خبيء من عمل صالح. أي أن أبا بكر رضي الله عنه يخبي عنا عملا صالحا لا يريدنا أن نراه عليه ولا أن نطلع عليه فيه. وحقا وصدقا كان أبو بكر رضي الله عنه يمتثل قول النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل. إذا تستطيع أن تفعل عملا صالحا يكون بينك وبين الله خبيئة لا يراك عليه لا أخ ولا ولد ولا زوجة ولا صاحب، افعله، ربما تكون النجاة به في يوم القيامة. صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس صلاة الفجر ثم انسل من بين الصفوف وخرج، وتبعه عمر. قال: والله لأرمقنه فلرين ماذا يصنع. خرج أبو بكر رضي الله عنه من أطراف المدينة وتبعه عمر، وإذا بأبي بكر يدخل إلى بيت قديم متهالك متهاوي يكاد أن يسقط من البلا والقدم على رؤوس أصحابه. ادرع واختبأ عمر خلف صخرة ساعة من نهار، وعندما خرج أبو بكر دخل في البيت عمر، فإذا به يجد امرأة عجوزا هرمة مقعدة عمياء، فيقول لها: من أنت ومن هذا الرجل الذي كان يأتيك؟ قالت: أنا أمة من إماء الله، وهذا رجل من المسلمين يأتيني في كل صباح، يقوم بيتي، يعني يكنس بيتي، ويحلب شاتي، ويعجن عجيني، ويدفع عني الأذى، والله لا أعرفه، والله إنه خير من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قال عمر وهو يضرب كفا بكف: أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر، من يطيق ما تطيق؟ من يستطيع أن ينافسك إلى مثل هذه المعاني السامية وهذه المبادئ الكريمة وهذه الأخلاق العظيمة؟ ولا عجب، فقد استقاها من نبع محمد صلى الله عليه وسلم، لزم غرزه وسار على منواله، فكان على الهدى، الهدى المستقيم. وعلى الأثر سار عمر رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه إذا جاء الليل ذهب إلى بيوت الأرامل والعجائز يستقي لهن الماء، حتى أن طلحة رضي الله عنه كان ينظر إلى عمر رضي الله عنه يدخل إلى بيوت هؤلاء الأرامل العجائز في ظلمة الليل، ثم يدخل طلحة في النهار فيجد في بيت من البيوت امرأة عجوز مقعدة شلاء عمياء، فيقول لها: من أنت ومن ذا الذي كان عندك؟ فتقول: هذا رجل لا أعرفه، يدفع عني الأذى ويستقي لي الماء ويقوم على مصلحتي ولا يذهب. فقال طلحة رضي الله عنه وأرضاه: ثكلتك أمك يا طلحة، أعورات عمر تتتبع. هؤلاء الأماجد أيها الأحبة ساروا على منوال نبينا وصفينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا رحمة
للعالمين رضي الله عنهم أجمعين. كان يزيد الأيامي رحمه الله تعالى إذا نزل المطر من السماء يأخذ شعلة من النار من بيته ويذهب إلى بيوت الأرامل والعجائز في ظلمة الليل ويقول لهن: أوكف عليكم السقف؟ أوكف عليكم الجدار؟ أسقط عليكم الماء؟ فإذا جاء النهار ذهب إلى بيوت هؤلاء الأرامل في الصباح ويقول: ألكم في السوق حاجة؟ ألكم في المتجر حاجة؟ هكذا كانوا يفيضون بخيرهم لغيرهم ويجودون بعطاياهم لسواهم ويسعون في مصالح هؤلاء الذين في أمس الحاجة إلى يد حانية وصدر شفيق وقلب رفيق. علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ذلك العابد الصالح التقي النقي، كان يجود على أكثر من 80 بيتاً من بيوت أهل المدينة لا يعلمون من يأتيهم بالطعام في ظلمة الليل، وعندما مات رضي الله عنه فقدوا ما كانوا يؤتون في الليل، حتى أن المغسل عندما جاء ليغسله بعد أن مات وجد أثر الجرب والحمل الذي كان يحمله في ظلمة الليل على عاتقه الشريف رضي الله عنه وأرضاه. إنهم صفوة منتقاه يسعون لمثل هؤلاء الفقراء الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي الدرداء: ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم. دعوة طيبة من فقير مسكين قريب من ربه عز وجل تنال بها الخير في دنياك وأخراك. هل يستطيع أحد فينا أيها الأحبة أن يصوم النهار طيلة العام على مدى الأيام لا يفطر لا يكل ولا يمل؟ أيستطيع أحد فينا أن يقوم الليل يتجافى بجنبه عن مضجعه على مدى العام في كل الليالي طول الليل؟ بل هل يستطيع أحد فينا أن يخرج من بيته مجاهدا في سبيل الله عز وجل؟ الكثير منا يعجزون عن مثل هذه الأفعال العظيمة والأعمال الكريمة. ألا أدلكم على عمل إن فعلتموه نلتم هذا وذاك بفضل الله تبارك وتعالى؟ تعالوا معي إلى حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما من خير إلا ودلنا عليه وكان السابق لنا فيه صلى الله عليه وسلم. يقول لنا كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. بمثل هذا السعي المبارك في حوائج هؤلاء الأرامل والمساكين أنت تنال هذا الفضل العظيم والأجر الجزيل من ربك سبحانه وتعالى، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أدعو نفسي وأحبتي أن يكون لنا في كل شهر زيارة لهؤلاء الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمعوزين. يأخذ الواحد منا أيها الأحبة ما استطاع من خير ثم يذهب به بأهله وزوجته وأولاده إلى هذه الأسر المسكينة الفقيرة، يربي بذلك نفسه، يستشعر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. فإنك لن تشعر بنعم الله عليك إلا إذا رأت من فقد هذه النعم. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ولا تسألوا عن مثل هذه الزيارة المباركة لهؤلاء المساكين كم يكون لها من الأثر العظيم في قلوبنا وفي قلوب زوجاتنا وأولادنا وأحبابنا. دعوة مباركة في خطوات مباركة، وأبشروا بالخير من ربكم سبحانه وبحمده. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وعظم رفدك وتناهى إحسانك وصدق وعدك وبر قسمك وعمت فواضلك وتمت نوافلك، ولم تبق حاجة إلا قد قضيتها وتكفلت بقضائها، فاختم ذلك بالرضا والمغفرة، إنك أهل ذلك والقادر عليه. اللهم احرصنا بعينك التي لا تنام
واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واغفر لنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة قد أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى، ويا ذا الأيادي التي لا تنقضي، بك نستدفع كل مكروه، ونعوذ بك من شر كل ذي شر. قبيل الغروب حكايا الفؤاد، تسير اشتياقا تروي القلوب، تحطم قيد أسير الحياة، وتهدي بحب لخير الدروب، تبصر من قد عماه الظلام، وتشفي عليل الفؤاد الكروب، تبصر من قد عماه الظلام، وتشفي عليل الفؤاد الكروب.